اهلا بيكم في فيديو جديد. زي ما وعدتكم النهارده هوريكم افضل موقع لايجار السيارات اونلاين. كل اللي محتاجه ان يكون معاك كريدت كارد. الموقع ده بيوفر لك 170 الف عربيه في اكتر من 20 الف مكان. الفيديو ده مش اعلان ممول للموقع، ده من خبره الناس اللي استخدموه، وانا حابب اعمله شير معاكم عشان الناس تستفاد، ويا ريت تعمل شير عشان غيرك برضو يستفاد. يلا بينا نبدا. الموقع اللي هتكلم عليه النهارده اسمه ايكونومي بوكينجز. الموقع ده زي ما قلت لكم من خبرة صحابي اللي استخدموه، موقع كويس جدا بأسعار كويسة جدا، وينفع تستخدمه في كذا مكان. زي ما انت شايف هنا مثلا، هو قايل لك ان الموقع ده عنده 175 الف عربية في اكتر من 20 locations around the world، يعني حول العالم، مش موجودين بس في مصر. الريتس بتاعته عالية جدا، دي الريتس اللي الناس اللي استخدمت الموقع ده عطت الريفيوز بتاعتها، 4.4 من 5، ده يعتبر ريت كويس. هنا تقدر تغير اللغة او تختار الكرنسي اللي انت عايز تحاسب بيها. انا هنا مثلا مختار الايجيبشن باوند ومختار اللغة انجليزي. حتى لو انا مثلا موجود في بولندا، اللغة ممكن اغيرها الانجليزي عادي، مفيش مشكلة. البراندات دي كلها، دي الشركات اللي هما بيتعاملوا معاها حسب طبعا المكان اللي انت بتأجر منه. يعني مثلا هيرتز ده موجود في مصر يعني، لكن يورو كار ده مثلا لو انت بتحجز في اسبانيا هتلاقي يورو كار معروفة، وهي دي العربيات اللي هتطلع لك من عندهم من الشركة دي. ممكن نجرب نعمل سيرش على عربية مثلا في مصر، نكتب ايجيبت، هختار مثلا كايرو ايربورت. الفترة هسيبها زي ما هي. لو انت عايز ترجع العربية في حتة تانية غير مطار القاهرة مثلا، ممكن تعلم على البوكس ده هيكتب لك ايه المكان اللي انت تختاره عشان ترجع فيه العربية. اعمل سيرش، اول عربيه مثلا بيطلع لي. طبعا انا عامل السورت بتاعي ان هو يرتب لي من السعر القليل للسعر الغالي. ارخص عربيه عندهم موجوده في الوقت ده اللي هي النيسان ساني، سعرها 550 جنيه في اليوم. لو هنزل تحت شويه هتلاقي في شركات تانية عاطيه اوفرات تانية، بس يعتبر ارخص اوفر من شركه اسمها الامو، هي دي تعتبر احسن حاجه موجوده في الوقت الحالي. ممكن طبعا تغير المواعيد من هنا وتختار مواعيد تانية. طبعا كل ميعاد بيفرق السعر، والمدة نفسها لما بتختار مدة اقل السعر بيزيد. طبعا اعمل سيرش، نغير المدة نشوف السعر هيطلع ولا هينزل، يعني اقل حاجة بسيطة. بس برضو هنا شركة تانية هيرتز، ودي عربية تانية خالص غير الاولانية. اتمنى ان الموقع ده يكون عجبكم وتستخدموه، ولو عجبك اعمل شير لاصحابك بحيث ان كله يستفاد، ومتنساش تعمل لايك، واشوفكم في فيديو جديد.